تتريون اللعبة صح؟ السلام عليكم ورحمة الله. من اللي يسولف من الصبح؟ شفتوا مقدمة اللعبة، قلنا نشوف نجرب اللعبة هاي، لعبة سونا ساكرفايس، هي لعبة البليد يا حبيبي. نولها خشبة. اوكي، اللعبة هاي شوي مبداها غير باقي اللعب، لكن لاحظت اذا فيها شيء الجرافكس مالها، جرافكس عجيب اللعبة، جرافكس مالها قوي الصراحة. للحين ما اعرف اضارب ولا شيء، توي بادي اللعبة. اف بعد وابوك، لازم نستكشف روحنا، كل شيء يستوي في اللعبة، حتى الكهف جميل. انا ذبحون هاي اللي يسولفون، حتى من المقدمة يقولون ما تقدر ترجع، ما تقدر تسوي شيء، ما تقدر تسوي شيء. والله شو هالعلامة؟ العلامة اللي كانت هناك غير عن هاي. ايوه شكله بتستوي الخايس الحين، بندخل العالم. يقول هاي نقطة، يقولون تو نقطة عدم الرجوع. خلنا نشوف. قول دقيقة بخبرك عن اللعبة، شوف الفيلم معي. وابوك وين طلع؟ ذكريات يلعبون اللعب في المخ الحين. اللعبة ما فيها لا خريطة ولا شيء، ولا في أي شيء يساعدنا. لا مسلم، مسلم سوي الكفر. اسمع، whatever you are، ترى ذبحتني. اوكي لا لا بدخل كيف نلعب اللعبة اذا ما دخلنا اصلا يعني. خلنا نشوف. الحين لازم نحصل هذا العلامة هاي. مارب باب مايم. تعال ليش زعلان؟ زين هذا يطفروا بي كل شوي، ترى من بدايتها اسرار، من بدايتها مغامرات، من بدايتها نحن لازم ندور على شكل على اساس نفتح الباب. وين الشكل هذا؟ ها وين رايح؟ قريب. وين ممكن يكون؟ ممكن يكون. خلنا نشوف. ممكن الصوب الثاني. هني بيكون. وين أنت يا مفتاح الباب؟ حصلتها. خطر ولا مو بخطر؟ نحن خلاص اخدمنا على شيء وما راح نرجع نريوس. نعم صحيح. ما ادري، يحسسني شوي، يذكرني في ساعدوني، شو اسم المسلسل هذاك؟ اي والله نسيت.
يا حبيبي لو طيح مني والله سي كفته ما رمو طالع يسرع يا مال القهر والله نسيت اسم هذا ال سيت اللي هو another voice joins us الجرافيك مال اللعبه يخلي الواحد يزيغ ويخلق يركب مكان لمكان يعني شوف شوف تذكر الفات تذكر ليتات الغرفه يا حبيبي ركز في الشاشه waiting for you to make سمعت نفس little slip you can't just wish things away the world of the dead is ruled by the giantess علامة اللي كانت على الباب صح في علامة زد احنا اول ما دخلنا تشوفون في الانترو في الحلقة صفر مش عارف اي مقدمة يعني خلنا نشوف في شيء feared her bloodline bad on her mother's side and yet much worse on her father's شوفي برا so as a child مرة من أطلع حمد أي شيء حلو بس فري كاميرا أقدر أطالع ممتع الجرافيكس مال اللعبة هذا وايد يصرف بس اللي فهمته لازم نسمع الحبل هذا فنان تعوب حتى على الحبل ديتيلس جرافيك متعوب عليه أوبس شوفي لعبة مرة رفع الضغط هاي الصراحة شوي The fight begins الباب اللي توديني هيلهايم الحين انا بدخل هيلهايم اصلا هاي وحدة جت تدور حبيبها الحين هاي لآخر الدنيا جهنم أنا بخاطر أعرف شو من هدية أعطنا هذا مش قادر تنساه صراحة يعني أمشتو قلنا قيس وليلى بس قيس قال يركض الخيل يدور عليها مدروين يصير يكتب قصائد ما صار حرب وحوش هاي وحدة وتي حضينا نوني المشكلة في اللعبة لازم الواحد يسمعها شوي ترى لأنه يقول لك اللعبة محتاج الواحد يستعمل كل حواسه لأنه ما فيها خريطة ما فيها شيء ما فيها أي شيء يعلمك تسوي أي شيء فأنت ضايع في الخبصة مش عارف شو تسوي أصلا من البداية بس شوف الجرافيكس منو هذا زين أبغى أشوفه طالعين منو بعرف الطالع منه سلم عمرها حقه بس اللي هو ما ادري منه اوف بعطيك اللي تبغاه بس رده من هو قف قف زي خلنا نشوف كومبوز كيف كيف يدافع عن نفسي زين؟ ايوه اوكي كنترول والله زين مدافع عن امري
حبيبي. لطشوني هاي. What the... زين اذا انت مو بحلوه يمكن حبيبتي ما يحبك بعدين. الحين استويتي قبيحه ايدي ترى. ما تعرفين الشباب يعني؟ يا حبيبي. زين اوكي مش وقت اسولف عن الموضوع ذا كان الحين. اخبركم تكرهوني بعدين. شوفوا هيك كيف صار. كانت ادمية قبل. لا تطلع شيء ينقذني. ماتت والله. A vision of what's to come. Oof. يخرب بيت الغلاسة. يخرب بيت الغلاسة من أولها اللعبة غلاسة. أنا شفت إني أنا أموت وبعدين نشيط طالعت إني طايح. شو رأيكم بس قصيدة يعني؟ شكل اللعبة تجيب الهم شوي السلام. بس عليها جرافكس وفايت الصراحة. في الغرابة شيء جميل. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. زين وبعدين. The dark root. We'll grow each time you fail. زين قالوا في اللعبة. A fruit reaches Sona's head. A request is over. And all progress will be lost. Shit. شفتوا العلامة اللي على ايده؟ اذا العفن زادت تمي تموت. وصل لراسها. كل اللي سويته في اللعبة بيروح. Goodbye. That is what Dillian taught her. يعني كل اللي نسويه ما في شيء اسمه سيف خلاص. ودع عريضة تفنرك ومرتحل. شو شعوركم؟ أكمل وتعب عمري وأجرب. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. يعني الموضوع طويل يا جماعة الخير. موضوع طويل. موضوع طويل. هاي قصة اللعبة. لتدور حبيبها. إذا العلامة وصلت رأسها ماتت. ما عندنا شيء. ما عندنا خريطة. ما عندنا أي شيء. يعني دبر نفسك بنفسك. موضوع في آلهة أنت. لازم أذبح إله النار وإله الشوء والأوهام. أقول ما بنذبحهم هالحلقة. عندي أكشن سوبر تلكسر. خلوه للحلقة الجاية. أبو الكومنتات تحت. ولعوا الكومنتات. أبو أشوف شو هالبليد وياكم. Goodbye في حلقة قادمة.